اليوم الاثنين احنا في دوار ايمي ايسلي، هو دوار يبعد بكيلومترات عن امزميز، ودوار اللي فيه كارثه ايضا وفاجعه. احنا امام مدرسه التي انهارت بشكل كلي، توفي عدد من التلاميذ، توفيت استاذه للتعليم الاولي. اليوم كانوا غيلتحقوا التلاميذ بشكل عادي وكانوا فرحانين انهم غيلتحقوا بالمدرسه ديالهم، لكن الزلزال اوقف الدراسه ودمر المدرسه. اولا اعزي نفسي واعزي اخواني في هذا يعني المصاب الذي قدر الله تبارك وتعالى علينا، واقول كما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. هذا من جهه. الجهه الثانيه كما تتشوف كاين الخسائر بزاف اخوتي الكرام، لا ماديه ولا معنويه. نجيو المدرسه اللي واقفين عليها، انكم تعلمون علم اليقين ان احنا في فصل يعني الدخول ديال المدرسي كان في امكانه يدخلوا اليوم الاثنين، لكن كما تتشوف المدرسه امامنا يعني تخربت، وكذلك مسجد بيت الله الناس ما بقاش تتصلي في الارض، ما كاين لا حصيله يعني مضرين بزاف. فاناشد الله عز وجل ثم يعني المحسنين ولا اللي قد ان شاء الله تعالى يعاون هاد الناس، والا غادي يتشردوا. فهاد المدرسه اخي الكريم ربما غادي تكون فيها 40 غتكون فيها، لان ماشي هي هاد الدوار اللي تيتناو في هذا القسم، وانما دواوير هما تقريبا شي جوج دواوير على هذا ثلاثه. انا ابن المنطقه دوار ايميسلي 13 واحد اللي توفت عندنا هنا، من بينهم واحد التلميذ انا اللي دخلته القبر سعد، ربما هو تيقرا في التحضيري، زائد واحد ثلاثه ديال الطفلات والما باقي رجال ونساء. واحد مسكين راه هو وبنته مقبله على الزواج، رحمه الله على الجميع. ماتوا الجيران، ماتوا كل شيء. ماتنيت واحد الاستاذه ديال التعليم الاولي كتقري هنايا مسكينه، كتقري الدراري الصغار اعتزاها اليوم، كتعاملهم مزيان الله يعمرها دار. غتكون في عمرها 24 عام، كانت كتوجد لعرسها، كانت غتزوج مسكينه وجدات كل شيء، وكانت ناعسه في بيت حتى طاح التريب كامل، بقات كتغوت اللي يعتقها ولكن راه ما كانش اللي يعتقها. الدراسه حتى هي كلها تخربت، هي راه سنوات، وهي كان قسم واحد كنا كنقراو فيه كامل كنتناوبوا عليه. فاش قريت انا قريت في هذا، من بعد فاش كنت في الثاني مستوى الثاني عاد بنا هذا وبقينا كنتناوبوا عليه. دابا راه هذا راه كان هو الاول اللي يقراو فيه كاع الناس، حيت كانوا كيطلعوا حتى للدوار الفوق باش يقراو. ملي تبنى لهم بعدا هذا ولاو كيقراو، حيت ما كانوش كيكملوا الدراسة ديالهم حتى للسات، ولكن بعدا ملي تبنى هذا راه ولاو كيقراو بعدا حتى للسات، ومن بعد ولا واحد الكوليج هنايا قريب. دابا راه تخرب هذا، تخرب كل شيء، تخرب القسم فاش غيقراو، ما بقاش فين غيقراو. ماتوا بزاف ديال التلام صغار. مات واحد البنت هنايا وواحد اخرى لتحت. المهم كان كل واحد كان كيوجد كيفاش غادي تبدا، كل واحد كيخطط راه السبت الحد عندك باش توجد باش نهار اثنين تلتحق، ولكن راه قدر الله. قرات عليا الورديه، قرات عليا عامين دابا غتقرا عند واحد الاستاذ. فين غيدخلوا؟ فين؟ ما كاينش سول يدخلوا الناس الا عاشوا. صافي لا اله الا محمد رسول الله. كي غيديروا الدراري يقراو دابا؟ صافي ما حنا كنتسناو غير فوقاش نتبعوا هادو، ولا ما عرفتش غنديروا. صافي ما كانش فين نسكنوا، ما كانش فين ندخلوا. شكون بغيت تبعوا؟ نتبعوا هادو اللي ماتوا. اش غنديروا؟ هادي الزنزانه باقي كيتحرك.